سبورتينغ خيخون وبعد خسارتين متتاليتين كان يحتاج لانتعاشة فورية تخرجه من وضعه الحالي. الفريق كان يدرك قيمة وحجم الضيف، لذلك فالتحفيز يكون مضاعفا علّه يعطي نتيجة ضد نيمار وزملائه. أجواء احتفالية كانت حاضرة، فالضيف على قدر كبير من الأهمية. برشلونة استغل انشغال خيخون بالبحث عن الأسبقية ليكلف قناصه سواريز بالتوغل السريع مهديا الفريق الكتالوني الهدف الأول. رافينيا الذي تحول مؤخرا إلى هداف بعد هدفه الجميل في مرمى ليغانيس كرر فعلته من جديد مؤمنا النتيجة لفريقه، يستحق بعدها تحية خاصة. سبورتينغ خيخون وعلى نذرة محاولاته لم ينجح في تهديد الحارس شيغن. قبل بداية الشوط الثاني بشر بيكي مشجعي برشلونة بخماسية في الطريق تم التخطيط لها مسبقا بين اللاعبين. غاب ميسي وحضر نيمار، البرازيلي لا يؤمن بنهاية الفرص حتى يحرص بنفسه على إنهائها في الشباك. ذلك ما حصل، وذلك ما منح برشلونة الهدف الثالث. أردا توران استغل وجوده وحيدا ودون رقابة ليضيف رابع أهداف البارسا وسط انهيار كامل لدفاع خيخون. بعدها آمن لاعب سبورتينغ بأن الرقابة لا تنفع مع البرازيلي نيمار، تركوه يفعل ما يشاء واختتم خماسية فريقه. برشلونة عوض تعادله مع أتلتيكو مدريد وسجل خماسيته الثانية خارج القواعد، مبديا استعدادا كبيرا لدور الأبطال الأربعاء المقبل.